السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم. نهار كبير هذا، غادي ندير واحد الجوله هنايا قصيره عبر الموتور في مدينه بركان الحبيبه. غادي ندير واحد الجوله هنايا، ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ولا عجب لكم ان شاء الله خليو لي في الكومنتير ندير لكم جولات اخرى عبر مدينه بركان، وداخل المدينه وخارج المدينه ان شاء الله. نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، وخليو لنا واحد الكومنتير زوين وواحد التعليق يكون زوين كما قلت لكم، وواحد لايك وواحد سبسكرايب اذا كان ممكن، واحد سبسكرايب الاشتراك في القناه ان شاء الله باش توصلكم الجديد. ويلا ونمشيو خوتي عبر الموتور ان شاء الله، نديروا واحد الجوله قصيره ان شاء الله عبر هذه الطحطاحه. انا طلعنا في الطحطاحه، طلعنا ندير واحد الجوله، وكما قلت لكم غادي يهدموا المارشي كوفير اللي كاين في مدينه بركان، واستغليت هذه الفرصه هذه باش ندير لكم واحد الجوله تما باش تبقى ذكرى في مدينه بركان. لحقاش مارشي كوفير غادي يحولوه في واحد البلاصه اخرى، غادي ندير لكم ان شاء الله واحد الفيديو ثاني فين غادي يديروا مارشي كوفير، فين غادي يعطيو لهم تما يخدموا داك الشيء. وهذا الشيء ما كان خوتي، وغادي نخلي لكم هذا الفيديو القصير ما كيتجاوز 12 دقيقه، وان شاء الله. والسلام عليكم خوتي، وتبارك الله عليكم. نهار كبير، نهاركم مبروك.